الكاريكاتير الطافح بالعنصرية التي يسمح لها أن تصدر على وسائل الإعلام دون محاسبة، والتي تظهر الوجه العنصري للتيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل صهر ميشيل عون تجاه اللاجئين السوريين وأطفالهم. هكذا وصف رواد التواصل الاجتماعي الكاريكاتير الذي نشرته قناة OTV التابعة للتيار في إحدى نشراتها المسائية قبل أيام، ساخرة فيه من اللاجئين وأبناء العمال الأجانب في لبنان، وداعية إلى حرمانهم من دخول مدارس اللبنانيين. الكاريكاتير الذي ردت به القناة على تصريح وزير التربية اللبناني أكرم شهيب الذي قال فيه إنه لن يسمح ببقاء أي طالب خارج المدرسة مهما كانت جنسيته، يظهر فيه طفلان يريدان دخول المدرسة ليتفاجأ بأنها لم تعد تتسع للطلاب، وذلك وفقا للافتة كتب عليها: نعتذر منكم، المدرسة ممتلئة بالسوريين والعراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج والأحباش والبنغاليين. ما أثار الكثير من الانتقادات والغضب ودفع البعض إلى المطالبة بإغلاق القناة لأنها تبث لغة الكراهية حسب قولهم. ويبدو أن مسلسل العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان لم ولن ينتهي، فقد تعدى من السخرية على قبول الأطفال السوريين في المدارس اللبنانية إلى مطالبة أسرة سورية في بلدة عاصون شمال لبنان بنبش قبر طفلها الصغير ونقله إلى مقبرة أخرى بعد 4 ساعات من دفنه، بحجة أن المقبرة تخص اللبنانيين فقط، الأمر الذي اعتبر منافيا لأبسط قواعد التعامل الإنساني بين البشر، فكيف بمن كانوا يوصفون بأنهم شعب واحد في بلدين؟ حادثة إجبار عائلة سورية على نبش قبر طفلها طرحت تساؤلات عن دور التيار الوطني الحر في تفشي ظاهرة العنصرية وتمددها من وسط لبنان إلى شماله، وما دور اللبنانيين في الوقوف بوجه الأساليب العنصرية التي تطال الأطفال في بلادهم، خاصة السوريين الذين باتوا ضحية ميليشيا تخيرهم بين القتل في الوطن أو العيش في مخيمات اللجوء. من ديارنا ومن أرضنا بإذن الله، بإذن الله عائدون، والله دماءنا سنقص.